انا مولكم يونس الكوش، مولد مدينه سهله، خدام هنا في هاد القوارب ديال النقل. الحمد لله تنعاونوا الوالدين وصابرين، والحمد لله على هاد البركه اللي عطانا الله. انا هاد السنه حوالي دابا سنه كنت نخدم في البحر البحري، وغيرت الوجهه لهنايا. الراحه ماشي المال، الراحه هادي فيها الراحه، هادي فيها الراحه، هادشي اللي كاين. وبخصوص هاد الجروب هذا فيه دراري زوالين ولاد الناس، دايرين بحال الخوت والعائله. المهنه شويه فيها صعوبات، الشكل ديال مع الكليان كاين شي ناس اللي ما تيتفاهموش معنا، تنحاولوا نفهمهم بان جلس هنا تقول لك لا انت تتهضر معايا اللاعب شويه، تنحاولوا نتفاهموا معاهم بدون المشاكل اللي كاين. من ناحيه الاقبال على حسب المهرجان، ملي تكونوا مهرجانات الموسيقى ولا شي حاجه تيكون اقبال من عند الناس ومن الزوار، وهاد المهاجرين اللي تيجيو تيدخلوا لبلادهم حتى هما تيعاونونا شويه. هادشي اللي كاين، حنا اغلبيه خدامين مع خوتنا المغاربه اللي عايشين هنايا، وفي الصيف تيجيو الناس مخلطين، اللي عايش برا، البراني، كاوري، ليزافريكا، مرحبا بكل شيء، خدامين مع كل شيء. الجامع، حنا الجامع خدامين مع الجامع. فوقاش تكون الحركه مزيانه؟ الصيف، الصيف باينه، الصيف لا الخلال العام كتكونوا ولا هو خدامين على فتره زمنيه ديال السنه كامله. هو البركه فين تتكون شويه الاقبال هو في الصيف. لا اكيد ان هذا بس النداء اللي حنا نقولوا للناس المسؤولين اللي شافونا من هذا المنبر هذا، وشويه النظافه، تبليط هذا المكان هذا اللي شويه عشوائي، كاينين الكلاب، كاينين الناس مبليين بالشراب، هادشي اللي كان تيجيو وتبقاو يتسروا على الكليان، ماشي كلشي ولكن بعض الناس، هادشي اللي كاين. الإنارة والتبليط وشوية النظافة، هادشي اللي كاين. أما من ناحية الأمن، الأمن الحمد لله تيكون، وبعض المرات حنا تنديروا الأمن لراسنا، تيكون شي صداع بعيد علينا، تنتدخلوا حنايا، تنفكوهم باش نخليو راسنا كيفاش نخدموا ما يهربوش الناس. يعني سوء تفاهم راه ضروري. ضروري. أكيد أخي، راه كاين شباب كثار اللي خدامين في هذه الوظيفة هذه، توفروا هاد البركة ليهم ولوالديهم، كاين اللي مجوج، كاين اللي عنده مسؤولية، والحمد لله صابرين، وكل شيء بخير وعلى خير. الدراري في حق راه يد عاملة كثيرة هنا اللي شادهم الفلايك خدامين بهم. شباب كثار اللي كاين اللي مجوج، كاين اللي خدام على والديه، كاين اللي ديال راسو، المهم قاضي غرض وستر راسو، اللهم لك الحمد. هادشي اللي كاين. مرحبا بالزوار اللي جاو، مرحبا بهم في قوارب ابي رقراق، مرحبا بهم جوالات ولا يقطعوا، مرحبا بالناس كاملين، وحنا راه تنتسناوهم. وشكرا للاذاعه الدار اللي ماشي اول مره تيجيو لعندنا، ديما تيجيو عندنا وتيبلغوا صوتنا الناس المسؤولين. شكرا لكم من هذا المنبر، والله يرحم الوالدين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.